السلام عليكم. اليوم راح نشوفوا واحد الإقامة سكنية رائعة تقع في الواجهة البحرية لمدينة وهران، يعني سي لو فرون دو مار. لكن العمارة هذه طال أمد الأشغالها بها، حيث أنها يعني تاريخ بناء، يعني بداية البناء تاع هذه الإقامة السكنية يعود إلى أكثر من 15 ولا 20 سنة مضت، وما حد الان ما زال ما انتهتش الاشغال. حيث نشوف هنا الان رغم ان التصميم تاعها يعتبر جيد وفريد من نوعه، لكن يعني بقيت الاشغال الاخيره نتاع الزجاج، وضع الزجاج والفينيسيون باش الانتهاء منها مازال يعني ما زالت لم تنتهي بعد. ورغم انها يعني تعتبر اضافه يعني على الفروند مير، احنا ماذا بينا نشوفوا ان سكاي لاين في وهران يكون جميل. على غرار المدن في العالم عندهم ان سكاي لاين، ان لين نتاع البنايات عاليه تمد نظره ايجابيه وتمد نظره جميله للمدينه او يعني للحي هذاك، تكون احياء اداريه تمد نظره جماليه، وكذلك تعطي يعني نوع من الرفاهية والتقدم للمدينة أو للبلد. إذن إن شاء الله تكون فيها عمارات أخرى بجانب العمارة على طول الفروند مير، ونخليكم مع نهاية الفيديو، والسلام عليكم.